يحول اليوم الرابع على التوالي تجدس في مطار القاهرة بسبب عدم إقلاع الطائرات في موعدها. عدد من المعتمرين لم يتحملوا التأخير وحرروا محاضر ضد الخطوط الجوية السعودية ناقلة لرحلات العمرة. الخطوط السعودية بترجع الأسباب لتعطل سيور الحقائب ووعدوا بحل المشكلة. هل انتهت المشكلة ولا لسه؟ التكدس أخباره إيه؟ وبالنسبة لتأخر السفر وتأخر إقلاع الطائرات عن موعدها، تساؤلات كتيرة برضو حابين أننا نعرفها. ولكن الكلام ده من حوالي 4 أو 5 أيام، وعشرات الألاف طبعا من المعتمرين يعني اتأخروا عن وصولهم وما كانش فيه التزام. وحضراتكم طبعا عارفين قواعد المطار، والمفروض ان المعتمر او الشخص المسافر بشكل عام لازم يبقى موجود في المطار قبل الرحله ب4 ساعات. فتخيل كمان يجي ميعاد طياره ويتاخر اكتر من كده، فالموضوع اكيد كان مربك جدا وكان سبب الضيق لكثير من المسافرين. ناس كتير جدا اتضايقت، واسر كمان اتضايقت وتضررت بسبب هذا الموضوع. وتم كمان تحرير محاضر زي ما قلت لحضراتكم. سلطات المطار حاولت ان هي على قد ما تقدر تضبط الموضوع وتمتص غضب الناس، ولكن الموضوع اصاب استياء الكثير من المسافرين وخاصة المعتمرين. إيه اللي هتعمله الخطوط الجوية السعودية وإيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ برضو هنتابع مع حضراتكم. هل هيكون في التزام الفترة القادمة ولا لا؟ هنتابع مع حضراتكم هذا الموضوع.